طابت أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم أينما كنتم أعزائي المشاهدين متابعي تلفزيون سلطنة عمان في برنامجكم الأسبوعي المجهر. سنطوف بكم خلال هذه الدقائق القادمة مع أحدث الأخبار العلمية في شتى مجالات العلم والمعرفة. ومن أبرز عناوين جولتنا لهذا اليوم: أرباح فيسبوك تفوق التوقعات مدفوعة بزيادة الإعلانات، شركة يابانية تدشن أول خدمة توصيل تجارية في العالم بطائرات بدون طيار، تعليم صناعة الروبوتات للأطفال في إندونيسيا، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة تتابعونها خلال البرنامج، فأهلا بكم مجددا. بداية جولتنا لهذا اليوم مع فقرة عمان تشارك العالم، وكما عودناكم بتسليط الضوء على جديد الدراسات العلمية وجهود السلطنة في البحث العلمي ومشاركة وإبراز الإنجازات العلمية. وفي حلقتنا هذه رصدنا لكم اليوم حدثا علميا أقامته كلية ويلجات العلوم التطبيقية من خلال مهرجانها السنوي الذي يتم من خلاله عرض مجموعة من التطبيقات الحديثة على هواتف الأندرويد والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى مشاريع علمية وبيئية. لمعرفة المزيد نبقى مع هذا التقرير. طلاب السنة الأخيرة، هذا المهرجان يكون به يتنح الفرصة للطلاب بإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وتقليص مهاراتهم بالشكل اللي هو الفعلي، مما يتيح لهم اللي هو الابتكار والإبداع. هذا المهرجان يختص بالطلبة ويدعمهم معنويا وأيضا اللي هو نفسيا لإتاحة اللي هو فرصة الإبداع. يكون مهرجان بتتويج اللي هو اختيار المشاريع المتميزة وتتويجها على مستوى الكلية. أنا تخصصي هندسة كمبيوتر، من خلال عملنا مشروع اللي هو صورة الرنين المغناطيسي من خلال خلل يكون في الدماغ. هناك عوامل تؤثر على جسم الإنسان وهي العوامل الفسيولوجية، واللي هي تقيس مختلف الإشارات الحيوية مثل ضغط الدم ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين داخل الدم، وثانيا العوامل الحركية وهي التي تقيس سرعة حركة الإنسان، وثالث عامل وهو عوامل محيطة بجسم الإنسان وهي العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة ومستوى الصوت. قمنا بفحص هذا الجهاز في معهد بيرلا بالهند، فكانت النتائج طيبة. من أخبار الفلك التي اخترناها لكم: رائد فضاء بريطاني يوجه مركبته من الفضاء لمحاكاة استكشاف المريخ. كانت المعلومات الأولى عن المريخ ناقصة خلال المحاولات الأولى لاستكشافه، إذ كانت مستقاة من مراقبته من الأرض بواسطة التلسكوبات، غير أن أول محاولة لغزوه جاءت من قبل الروس الذين أطلقوا في نوفمبر عام 1962 أول مسمار من صنعهم، لكنهم فقدوا القدرة على الاتصال به بعد أن دخل مدار الكوكب. بعد هذا التاريخ قام الأمريكيون بإرسال مارينور 4 الذي مر بالمريخ في عام 1964 وأرسل للأرض معلومات مفصلة عنه. لمعرفة المزيد عن هذه الرحلة نبقى مع هذا التقرير. قاد رائد الفضاء البريطاني تيم بيك مركبة على سطح المريخ، أو بالأحرى تظاهر أنه يفعل ذلك، خلال قيادة تجريبية لمركبة الاستكشاف على الأرض بالتحكم عن بعد من الفضاء. ومن محطة الفضاء الدولية التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر عن سطح الأرض، وجه رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية المركبة التي يطلق عليها بريدجت في أنحاء كهف أنشئ في منطقة تحاكي سطح المريخ الرملي المليء بالصخور في ستيفيناج بإنجلترا. والتجربة جزء من برنامج متعدد الأغراض يطلق عليه برنامج مترون، ويدرس كيف يمكن لرواد الفضاء التحكم في الروبوتات من الفضاء.
فوجه رائد الفضاء الدنماركي أندرياس موجنسن العام الماضي مركبة على الأرض عن بعد وهو في محطة الفضاء الدولية لإدخال وتد في حفرة. وفي المهمة التي نفذت يوم الجمعة أبلغ القائمون عليها باكا قبلها مباشرة أن عليه أن يدخل المركبة في الكهف ويعثر على أهداف محددة بالطلاء قبل الخروج من الكهف وذلك خلال 90 دقيقة. وكان على بيك أن يتأكد أن المركبة بريدجت اقتربت لمسافة مترين من كل هدف وحددته وأبلغت به مركز التحكم على الأرض. وكان من المتوقع حدوث تأخير بين إرسال الأوامر والتنفيذ ووجود فواصل في الإرسال. وما زلنا مستمرين مع أخبارنا الفلكية، حيث رصد العالم مرور كوكب عطارد بين الأرض والشمس. يدور كوكب عطارد حول الشمس كل 88 يوما أرضيا، إلا أنه من النادر أن يظهر دورانه حول الشمس لسكان الأرض، لأن عطارد يدور حول الشمس في مدار مائل، وبسبب ذلك فإن هذا الحدث الفلكي نادر الحدوث ويمكن رؤيته مرة واحدة في كل قرن. وكانت آخر مرة حدثت فيها تلك الظاهرة في عام 2006، فظهر كوكب عطارد على شكل نقطة سوداء صغيرة ضمن قرص الشمس العملاق، وتم رؤيته عبر مناظير خاصة مجهزة بعوازل تحجب أشعة الشمس القوية، وستتكرر هذه الظاهرة مجددا عام 2019. عبر كوكب عطارد الصغير أمام الشمس في تحرك يحدث مرة واحدة كل 10 سنوات بينما اصطفت الأرض وجاراتها من الكواكب الأصغر في الفضاء. وتمت الرحلة التي يشير إليها رواد الفضاء بكلمة عبور بما بدأ أنها نقطة سوداء صغيرة على وجه الشمس يوم الاثنين، وفقا لما أظهرته صور عرضتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. وعلى مدى 7 ساعات ونصف مر عطارد وهو أقرب كواكب المجموعة للشمس والذي يتحرك بسرعة 48 كيلومترا في الثانية أمام وجه الشمس في مشهد لم يحدث منذ عام 2006. وقال علماء الكواكب في ناسا إن مدار عطارد حول الشمس أقصر من مدار الأرض حولها، لذا يبدو أنه نادرا ما يعبر أمام الشمس مقارنة بخط الرؤية للأرض. ويصطف عطارد والأرض 13 مرة كل 100 عام، والعبور هو الأول منذ إطلاق ناسا رحلتها إلى عطارد لتدور حول الكوكب منذ 2011 إلى 2015، وعرضت المركبة الفضائية تفاصيل مذهلة لسطح عطارد شديد التنوع. ورغم أن الحرارة تصل إلى نحو 427 درجة مئوية وهي مستويات قادرة على صهر معدن الرصاص، فإن على الكوكب حفرا عميقة يندر أن تشرق عليها الشمس. وبرحلة الكوكب تلك يأمل العلماء في الوصول إلى نتائج تساعد في معرفة المزيد عن الغازات المنبعثة من سطحه التي ربما تكون سببا في تقلص حجم عطارد. وسيعبر عطارد بين الشمس والأرض مرة أخرى في 2019، وبعد ذلك لن تسنح الفرصة التالية لمشاهدة ذلك قبل 2032. ننتقل وإياكم مشاهدين إلى جديد التكنولوجيا، ونبدأ جولتنا التقنية في تحديث، حيث نعرض أحدث الأخبار. وخبرنا الأول عن أرباح فيسبوك تفوق التوقعات مدفوعة بزيادة الإعلانات. أعلنت شركة فيسبوك أن أرباحها الفصلية خلال الربع الأول من العام ارتفعت بأكثر من توقعات السوق بنحو 60%، ويرجع الفضل في ذلك إلى الارتفاع الكبير في إيرادات الإعلانات على تطبيق الهواتف المحمولة. الإيرادات الفصلية لفيسبوك تفوق التوقعات بعد ارتفاعها بنحو 60% في الربع الأول من العام مع استمرار تطبيق الهواتف المحمول متزايد الشعبية والإقبال على نشر مقاطع الفيديو في جذب المعلنين الجدد وتشجيع المعلنين الحاليين على زيادة الإنفاق.
وتمثل إيرادات إعلانات الهواتف المحمولة نحو 82% من إجمالي إيرادات إعلانات شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73% في العام السابق. وارتفع صافي دخل الشركة المخصص لحملة الأسهم العادية إلى 1.51 مليار دولار في الربع الأول، أو ما يوازي 52 سنتا للسهم، مقارنة ب 509 مليون دولار أو 18 سنتا للسهم في العام الماضي. وارتفع إجمالي إيرادات الإعلانات إلى 5.38 مليار دولار من 3.54 مليارا، إذ سجلت تلك الإيرادات ارتفاعا بنسبة 56.8%. وتقول فيسبوك إن لديها 1.56 مليار مستخدم نشط على موقعها شهريا في شهر مارس، وهو ما يزيد على 1.44 مليار مستخدم في العام الماضي. وأدى نشر تقرير أرباح فيسبوك إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5.8%، ليصل سعر السهم إلى 112.22 دولارا بعد ساعات التداول يوم الأربعاء. وخبرنا الثاني في تحديث عن لبنانيات يصممن موقعا إلكترونيا يتيح لمستخدماته الإبلاغ عن التحرش الجنسي. دشنت 3 نساء لبنانيات موقعا إلكترونيا لتعقب عمليات التحرش، ومن خلال الموقع الذي سميناه بمتعقب التحرش يمكن للمستخدمات الإبلاغ عن المكان الفعلي لأي عملية تحرش تعرضن لها أو شاهدنها. وتأمل النساء الثلاث مطورات الموقع في توسيع متعقب التحرش مستقبلا ليغطي مناطق أخرى في أنحاء لبنان. ويعد موقع متعقب التحرش منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمات الإبلاغ عن المكان الفعلي لأي تحرش جنسي تعرضنا له أو شاهدنا. متعقب التحرش هو موقع إلكتروني جديد صممته 3 من رائدات الأعمال اللبنانيات بهدف تعقب العديد من عمليات التحرش التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في البلاد على أمل مكافحة الجرائم الجنسية في بيروت. وتقول ناي الراعي إحدى المشاركات في تطوير الموقع إنه يتيح للمستخدمات الإبلاغ عن المكان الفعلي لأي عملية تحرش جنسي تعرضنا لها أو شاهدناها، ووصف العملية ذاتها بما يمكن أن يساعد السلطات المعنية في الحد من عمليات التحرش في مناطق محددة في العاصمة اللبنانية. بالتالي قررنا نعمل مبادرة تقدر على القليل تخلي ضحايا التحرش الجنسي تمكن هالنساء من أنه يبلغوا على الشيء اللي عم بيصير بطريقة طبعاً أنونيمس، يعني الهوية مش مكشوفة تبع الشخص اللي عم ببلغ، ويقدر على القليل يفرجي أنه هذا الشيء عم بيصير، شو نوع التحرش اللي عم بيصير، وين، على القليل نسمح لأنه نشتغل على إذا بدنا نعمل حل ولا ما نقترح حل للأجهزة المعنية نقدر يكون عندنا داتا ورانا عم بتدعمنا بأنه نعمل ناخد هذا الحل ونمشي فيه. وتقول بعض اللبنانيات إن الجهود التي تبذلها الدولة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية غير كافية. إنه هذا الشيء لازم يكون إنه في أبليكيشن، بس إنه قد ما يكون في أبليكيشن إنه دولة لبنان ما بتساعد إنه تزود هالأبليكيشن وتنجح هالأبليكيشن. إنه بيضل في إنه مثلاً إذا اشتكينا على شيء بيضل إنه كثير بتطول تزبط الشغلة وتوصل لحقك، يعني كمواطن أو بنت أو أي شيء. ويتعين على السيدة التي تستخدم هذا الموقع أن تملأ صيغة الواقعة التي تعرضت لها للغة العربية أو الإنجليزية لتقديم تفاصيل تجربتها وتحدد الموقع على الخريطة. ويشمل موقع متعقب التحرش منصة على الإنترنت تحتوي على بلاغات المستخدمات، إلى جانب قائمة بأسماء المنظمات المدنية التي تقدم دعما ومساندة لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية. وتأمل مطورات الموقع في توسيعه في المستقبل ليغطي مناطق أخرى في أنحاء لبنان بالإضافة إلى بيروت. وخبرنا الثالث في تحديث، شركة يابانية تدشن أول خدمة توصيل تجارية في العالم بطائرات بدون طيار. قامت اليابان بتدشين أول خدمة توصيل بطائرة تجارية بدون طيار في العالم، هذا ما قالته عملاقة التجارة الإلكترونية اليابانية راكوتين خلال الحدث الذي نظمته للإعلان عن إطلاق هذه الخدمة. وأطلق على هذه الخدمة اسم سوراكو أو السماء السهلة، وهي مقصورة على الاستخدام في ملاعب الجولف في الوقت الحالي.
وتأمل راكوتين في اجتياز القيود القانونية في مناطق أخرى حتى تتوسع في خدماتها. أول خدمة توصيل بطائرة تجارية بدون الطيار في العالم، هذا ما قالته عملاقة التجارة الإلكترونية اليابانية راكوتين يوم الاثنين خلال الحدث الذي نظمته للإعلان عن إطلاق هذه الخدمة. وتجمع عشرات المراسلين في ملعب للغولف بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو لمشاهدة عملية إنزال طرد يحتوي على زجاجة مياه وكرات غولف وشطيرة همبرجر. هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة راكوتين: أعتقد أن هذا أول استخدام تجاري لطائرة بدون طيار. يمكنك طلب الخدمة على الهاتف الذكي وسيجري توصيل الطرد لك في ملعب الجولف. هناك أكثر من 3000 ملعب جولف في البلاد، وأعتقد أنها سوق كبيرة. ومع تطور التكنولوجيا والعمليات هنا، نريد تطوير هذه الخدمة للاستخدام اليومي مثل التسوق أيضا. أطلق على هذه الخدمة اسم السوراكو أو السماء السهلة، وهي مقصورة على الاستخدام في ملاعب الجولف في الوقت الحالي، وتأمل راكوتين في اجتياز القيود القانونية في مناطق أخرى حتى تتوسع في خدماتها. كانت الحكومة اليابانية قد راجعت لوائح في أبريل تعمل على تجديد القوانين المنظمة لرحلات الطائرات بدون طيار فوق المناطق السكنية ومراكز المدينة، لكنها تسمح بالاستخدام التجاري لها من متخصصين معتمدين في ظروف محددة وفوق ممتلكات خاصة. وخبرنا الأخير في تحديث عن تعليم صناعة الروبوتات للأطفال في إندونيسيا. في عام 2006 أنشئت في إندونيسيا مراكز لتعليم الأطفال تصميم الروبوتات في محاولة لتعزيز قدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على الانخراط في هذه التقنية المتطورة. وعلى مرحلتين يتعلم التلميذ أسس صناعة الروبوتات من الألف إلى الياء في هذه المراكز التي تلقى إقبالا متزايدا من قبل الأطفال، وسط دعوات لإدخال هذه المادة في المنهاج الدراسي. وقد افتتح في عام 2006 مركز خاص في جاكرتا لتدريس أسس صناعة الروبوتات، وأصبح يضم الآن 27 فرعا في أنحاء البلاد. جولتنا لا زالت مستمرة معكم مشاهدينا، ومواضيع متنوعة تتابعونها معنا في الوقت القادم. وفيها: حليب الأم يزيد أنسجة المخ للأطفال المولودين مبكرا، جنوب إفريقيا تطلق حربا على المشروبات الغازية، أهمية شرب الماء لبشرة النساء، وغيرها من المواضيع المتعددة التي تتابعونها فيما تبقى من فقراتنا، فكونوا معنا. محطتنا التالية: العالم يتقدم، مع أحدث الأخبار والإنجازات في مجال الطب والصحة. حليب الأم يزيد أنسجة المخ للأطفال المولودين مبكرا. كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة تشيد بفوائد الرضاعة الطبيعية. إذا فادت الدراسة بأن حليب الأم قد يساعد في تعزيز نمو المخ لدى الأطفال المولودين مبكرا. وأوضحت الدكتورة سينثيا روجرز، أستاذة الطب النفسي للأطفال في جامعة واشنطن في سانت لويس ومؤلفة الدراسة، أن أدمغة الأطفال الذين يولدون قبل الميعاد المحدد لهم عادة لم تكتمل تماما. ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بالكشف بواسطة الرنين المغناطيسي على أدمغة حوالي 77 رضيعا ولدوا في وقت مبكر بمتوسط 10 أسابيع على الأقل، ووجدوا أن الأطفال الرضع الذين تمت تغذيتهم بالمزيد من حليب الأم كانت أحجام أدمغتهم أكبر. وقالت روجرز إن حجم مخ الرضيع أمر مهم، لأن عدة دراسات أخرى أظهرت وجود علاقة بين حجم الدماغ والتطور المعرفي. وخبرنا الصحي الثاني: جنوب إفريقيا تطلق حربا على المشروبات الغازية. إن البدانة الناجمة عن الاستهلاك المفرط للسكر تمثل مشكلة عالمية،
خلال السنوات الثلاثين الماضية تفاقمت هذه المشكلة على نحو مضطرد في جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الأخيرة على هذا الصعيد في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث قررت سلطات جنوب إفريقيا التي يعاني ربع سكانها من البدانة فرض ضريبة على المشروبات الغازية في محاولة لمكافحة تفشي آفة الوزن الزائد. قررت السلطات في جنوب إفريقيا التي يعاني ربع سكانها من البدانة فرض ضريبة على المشروبات الغازية نظرا إلى احتوائها كميات كبيرة من السكر في محاولة لمكافحة تفشي آفة الوزن الزائد. هذه الضريبة التي أعلن عنها وزير المال برافين غوردهن في شباط فبراير تدخل حيز التنفيذ في نيسان أبريل من العام 2017، وهي لا ترمي إلى تشجيع مدمنين المشروبات الغازية على تغيير عاداتهم الغذائية فحسب، بل أيضا إلى تقليص الفاتورة الطبية الناجمة عن الأمراض المتصلة بالبدانة. على الناس إدراك أن عدد كبير من الأشخاص يموتون من البدانة أكثر من أي مرض آخر. البدانة تتسبب بالموت السابق لأوانه، وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل 10 سنوات البدانة مرضا، غير أن السكان يجدون صعوبة في النظر إلى هذه الآفة على أنها مرض قاتل. هذا يعني أنني مضطر إلى التقليص من تناول السكر، الأمر الذي سيؤثر على عملي. أنا إنسان نشيط جدا، وإذا وضعت حدا لتناول هذه المشروبات سيرون أن توماس بات أقل نشاطا بكثير. وبحسب تحقيق لمنظمة الصحة العالمية نشرت نتائجه في كانون الثاني يناير، أصبحت البدانة لدى الأطفال كابوسا متفجرا في البلاد النامية، فقد تضاعف عدد الأطفال دون سن 5 ممن يعانون الوزن الزائد أو البدانة بين عامي 1990 و2014، إذ ارتفع من 5.4 ملايين إلى 10.3 ملايين. ما زلنا مستمرين في أخبار الصحة والطب، وخبرنا التالي عن العلماء يبتكرون أذنا صناعية بالخلايا البشرية تنمو بطريقة طبيعية. قام العلماء ومهندسي البيولوجي بصناعة أذن اصطناعية باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والخلايا البشرية وتركيبها في الرأس لتنمو بشكل طبيعي كالأذن الحقيقية بذات الشكل الطبيعي والصفات. وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كورنيل بولاية نيويورك على مدى التشابه الكبير والمميز بين الأذن الطبيعية والأخرى الصناعية المطبوعة بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد الهلامية والمصنوعة من الخلايا البشرية. وليس ذلك فحسب، وإنما فإنه خلال 3 أشهر نمت الأذن الصناعية في رأس الإنسان حتى الغضروف واستبدلت مادة الكولاجين المستخدمة في صناعتها. أما في خبرنا الأخير في العالم يتقدم، فعن أهمية شرب الماء لدى النساء. تنسى النساء في كثير من الأحيان شرب الماء خلال النهار، وهذه العادة الخاطئة يمكن أن تحرمهن من الحصول على بشرة مشرقة وأكثر حيوية، حيث لا يمكن تخيل مدى أهمية شرب 10 أكواب من الماء يوميا. فالماء مفيد جدا في تنشيط الدماغ والجسم والعضلات والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلد، وبالتأكيد شرب الماء ضروري لكل البشر، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للنساء اللواتي يردن المحافظة على جمالهن، حيث أن الماء يساعد في تخفيف وزنهن وتحسين بشرتهن لتصبح أكثر جمالا. والماء قد يعمل على إخفاء الأورام في القدمين ويحسن عملية التمثيل الغذائي الأيض التي تقوم بها أجسادهن. في محطتنا التالية غرائب، مقبرة في إيطاليا تجذب السائحين.
تعتبر هذه المقبرة التي تقع داخل سرداب في مدينة باليرمو بإيطاليا مزارا سياحيا هاما، حيث تجذب تلك المقبرة العديد من السائحين. وتشتهر تلك المقبرة أيضا بعرض الموميات المحنطة بطريقة تجعلك تشعر بالرعب من منظر تلك الموميات المحنطة المثبتة على الحوائط وتبدو وكأنها تنظر إليك. وتم بناء تلك المقبرة تحديدا لدفن وتحنيط الرهبان. أول راهب تم دفنه في تلك المقبرة كان في عام 1599، وعمر مومياء ذلك الراهب حوالي 400 عام. وتقف تلك المومياء على مدخل باب المقبرة وكأنه يقوم بتحية الزائرين. وكما قلنا فإن هذه المقبرة يتم دفن الرهبان بها، ولكن بعد ذلك أصبح من الممكن للسكان المحليين دفن وتحنيط موتاهم في ذات المقبرة. مع البيئة، محول لطاقة الرياح مستوحى من القوارب القديمة في تونس. في ظل الأزمة المتصاعدة في الطاقة في العديد من الدول، ومع توقع نفاد الوقود الأحفوري في وقت قريب، ومع الارتفاع المضطرب في أسعار الطاقة لا سيما الطاقة الكهربائية، أصبح من الضروري استخدام تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأقل كلفة على المدى البعيد والأكثر توفرا ونظافة للبيئة. تتوافر في منطقتنا العربية فرص رائعة لاستغلال طاقات طبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أن المنطقة العربية تحظى بأوقات سطوع طويلة للشمس بعكس الدول الأوروبية مثلا. استلهمت إحدى الشركات التونسية الناشئة تصميم سفن قرطاج القديمة في صنع محول لطاقة الرياح أكثر كفاءة وأمناً من المحولات التقليدية. المحول الجديد الذي تشرف على إنتاجه شركة سافون إنرجي لا يحتوي على أي أنصال حادة، كما أنه لا يدور حول مركزه مثل المحولات التقليدية. واستلهم مصمم المحول تصميم القوارب الشراعية في قرطاج القديمة وحركات الطيور والأسماك في تصميمه. ويتكون المحول من جسم يشبه شراع السفن، مدمج به محول للرياح يدور في الهواء طبقا لثمانية أنماط هندسية. ويقول مطور المحول إن الطبق المتحرك للتوربينة قادر على جمع ضعف طاقة الرياح التي تجمعها التوربينات التقليدية. مطور المحول ورئيس الشركة أنيس عيوني: سيقع إتمامه بحول الله في الهند، اللي قلت لك متكون من 50 ماكينة سافونيون بقوة 20 كيلوات، يعني مجموع 1 ميجاوات، مش يكون في شكل حقل. هذه الطاقة اللي باش تنتجها هذا الحقل بحول الله في الهند، في جنوب الهند، هو ما ينجم نقوله يكفي مثلا قرية صغيرة متكونة مثلا من 1000 منزل، تكفي حاجيات 1000 منزل، ولو أن هي سيقع إدماجها مباشرة في الشبكة الكهربائية الهندية، ولكن يعني بما يقارب، باش نفسره أكثر للمشاهدين، بما يقارب حاجيات 1000 منزل في الهند. والمحول الجديد قادر على تخطي أقصى نسبة تولدها التوربينات من طاقة الرياح، والتي تصل إلى 59%، لأنه لا يحتوي على أي أنصال، مما يزيد من كفاءته ويقلل من الضوضاء التي ينتجها. وتأمل سافون إنرجي في أن يتم استخدام المحول على أرض الواقع من خلال شراكة مع الهند. ونجحت الشركة في جذب انتباه المستثمرين والشركات الدولية بهذا الاختراع المبتكر، وفازت بجائزة غولف ستريم نافيجيتور الدولية عام 2015، كما نجحت في الحصول على التمويل والدعم التقني والبرمجي من شركة مايكروسوفت العالمية. وما زلنا مستمرين معكم في فقرة مع البيئة، وخبرنا التالي عن أطواق مع أجهزة لتحديد المواقع الجغرافية لتتبع الفيلة في كينيا. بدأت الهيئة المعنية بالحياة البرية ومنظمة سيف ذا إليفانتس منذ مارس الماضي بوضع أطواق للفيلة في كل منها جهاز يتيح تتبع أثرها ومعرفة الأماكن التي تمر بها على خط القطار، حيث يعيش في عموم القارة الإفريقية 470,000 فيل بحسب منظمة فيلة بلا حدود غير الحكومية، إلا أن 30,000 منها تقتل كل سنة برصاص الصيادين غير الشرعيين استجابة للطلب الكبير على العاج، ولا سيما في الأسواق الآسيوية، حيث يسود اعتقاد بالمزايا الطبية للعاج إضافة إلى استخدامه في الفنون والزينة. ما
من باب مروحية تحلق في سماء محمية تسافو جنوب شرق كينيا، تمتد بندقية طويلة. هي ليست سلاحا بيد صياد غير شرعي، وإنما أداة لتخدير الفيلة بهدف تزويدها بأجهزة تحديد المواقع الجغرافية لحمايتها. نأخذ منها عينات دم لمراقبة ما إن كانت تعاني من أي أمراض، ونأخذ أيضا عينات من الأنسجة لتحليل الجينات، كما نأخذ أيضا عينات من برازها بحثا عن الطفيليات المعوية. وسيمتد خط قطار جديد على 483 كيلومترا من مرفأ مومباسا إلى العاصمة نيروبي، وهو يثير قلق المنظمات المعنية بالطبيعة لأنه قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الفيلة في هذه المحمية الأكبر من نوعها في كينيا. إزاء ذلك، بدأت الهيئة المعنية بالحياة البرية ومنظمة سيف ذا إليفنتس منذ آذار مارس الماضي بوضع أطواق للفيلة فيها جهاز يتيح تتبع أثرها ومعرفة الأماكن التي تمر بها على خط القطار. تمكنا من إنشاء منافذ للفيلة، وهذا إنجاز مهم، ولكن للأسف المرحلة الثانية من البنى التحتية ستكون طريقا سريعا مكونا من 6 مسارات. ويعيش في عموم القارة الإفريقية 470 ألف فيل بحسب منظمة فيلة بلا حدود غير الحكومية، إلا أن 30 ألفا منها تقتل كل سنة برصاص الصيادين غير الشرعيين استجابة للطلب الكبير على العاج، ولا سيما في الأسواق الآسيوية، حيث يسود اعتقاد بالمزايا الطبية والجنسية للعاج إضافة إلى استخدامه في الفنون والزينة. وسؤال حلقتنا السابقة، لماذا الفضاء مظلم رغم وجود الشمس والنجوم؟ دعونا نستعرض أجوبتكم ومشاركاتكم على صفحات البرنامج في تويتر وإنستغرام. والإجابة هي الضوء موجود لكنه لا يشتت كما يحدث على سطح الأرض. فالضوء القارب من الشمس إلى الأرض يتشتت بفضل الغلاف الجوي، فيصبح الضوء واضحا حول الأرض، لكن في الفضاء ليس هناك ما يكفي من المادة لتشتيت ضوء الشمس وغيرها من النجوم. وسؤال حلقتنا لهذا الأسبوع، لماذا الدموع مالحة؟ وسوف نستعرض أجوبتكم في الحلقة القادمة، لذا ننتظر مشاركاتكم على صفحات البرنامج عبر تويتر وإنستغرام على سؤال حلقتنا على حساب البرنامج المجهر تي في. نصل بكم أعزائنا الكرام لنهاية حلقتنا من برنامجكم المجهر، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. دمتم بحفظ الله.